خلينا نصل لاتفاق مشان الشركة قبل ما تجي غزالة. ماشي الحال. شو رأيك نسمي الشركة جمعات الدولية للإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإذاعي؟ الجمجمي والعاط عاطف؟ لا حبيبي، الشركة بيني وبينك بالنص. بقى ليش أخذت النص الإدماني وتركت لي النص الوريني؟ حاجة طمع عاطف، حاجة طمع بقى. حطيت 3 أحرف من اسمك وحرفين من اسمي، الجم من عندي والعاط من عندك. لا حبيبي، منسمي الشركة بالأحرف الأولية ومنحط اسم غزالة. ماشي، منسميها غين جم اع الدولية للإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإذاعي. هلأ يعني ضروري تحط اسمي بالأخير؟ منحط غزالة بالنص بيني وبينك، وواحد على اليمين وواحد على اليسار. طيب ماشي، منسميها جميل غزالة عاطف جم غين اع الدولية. طيب ماشي الحال، بس هلا هي بلاها بلاها. قول عين عين، الولد الصغير بيقولوا له اع بابا اع. اذا هيك لكان عود انت وكتب الاعلان. هي القلم مشان ايش الاعلانات؟ مشان نجيب ممثلين وممثلات. لكن الممثلين والممثلات على قفا من يشيل، قاعدين عم بلعبوا شطرنج، بيجوا بدون اعلان. حبيبي بدي ممثلين انا ربيهم على ايدي، ما بدي ممثلين يتعنطزوا علي. طيب شو بدنا نكتب بالاعلان؟ اكتب مطلوب ممثلين وممثلات. هذا العنوان. بعد العنوان شو بدنا نكتب؟ شركة انتاج دولية. ركز لي على هي الدولية لأنه كلهم بيكتبوا دولية. ايه هي ركز. للإنتاج التلفزيوني والسينمائي. نعم. مقرها لك. هي الديباجة بعدين بنكتبها، خلينا بالأول نحدد المواصفات. مواصفات. ايه. وجوه جديدة تتحدث العربية والإنجليزية وبطلاقة. ايه. المرشح المثالي يجب أن يكون جذاباً ونشيطاً وذكياً ولطيفاً وطويلاً ورشيق القوام ومنسق الشعر، مو أصلاً اترك إيدك. مرتب في حياته الخاصة، حسن الملابس وحسن السلوك. لك قوم يا قوم اطلع لبرا، شو ناقصني أنا جبان؟ شو بدي فيه حسن السلوك؟ بدي ممثلين زعران أنا مشان أتحكم فيهم. مزبوط، بس مشان ما يتعقدوا بنكتب الخبرة في التمثيل ليست شرطاً أساسياً. ماشي، الخبرة بالتمثيل ليست شرطاً أساسياً. أساسياً. حلو، انشرو انشرو. ماشي يلا. ألو أبراشي، خذ معك مروان وانشر لي هذا الخبر. مع السلامة. انتشر الخبر، شوف شلون عم ينتشر. شوف لانو داخل. إيه داخل. خلينا نروح، صار البيت صباطة، خلينا نمشي. بس هو البيت يلا مشيني.